كعادتنا كل أسبوع نهتم بأناقة ومظهر الرجال ونشوف إيش الجديد في عالم الموضة، لكن اليوم موضوعنا عن الأساسيات اللي لازم يتبعها الرجل في روتينه اليومي عشان يظهر بأفضل مظهر. ومعنا أحمد عمار، يسعد صباحك. صباح خير هدى. يعني أنت ما شاء الله دائما شكلك أنيق ومرتب، يعني أحس لو نشوفك حتى لو في السوبر ماركت أنه لابس أنيق. فالرجال يعني لازم يتبع بعض الأشياء علشان يكون دائما مظهره أنيق. بداية بنتكلم عن البشرة، يعني إحنا البنات كثير نهتم ببشرتنا، فأنتم الرجال كيف تهتمون ببشرتكم عشان تطلع نظيفة وحلوة وأنيق؟ هلأ قبل ما أخبرك عن البشرة، في معلومة مهمة أنه الرجال معرض لسرطان الجلد أكثر من المرأة، لأنه الرجال ما بيهتموا ببشرتهم قد ما بيهتم المرأة. يعني عم بحكيك أكثر شيء مثلا من الكريم الحماية من أشعة الشمس. يمكن نحن أوكي لبسين التياب كل النهار، بس الوجه مغطى جسمنا، بس الوجه ما متعرض دائما للشمس. هيدي يعني كمان شغله من النقاط المهمه اللي لازم يتبعها الرجل، انه لازم مثله مثل المره كمان يحط الحمايه من اشعه الشمس. هلا بالنسبه للبشره وشو لازم يهتم، اول شيء لازم كل رجال يعرف شو نوع بشرته. يعني بحكيك مثلا في 10% من الشباب اللي بشرتهم بتكون دهنيه مثلا ناشفه، مثلا هو لازم شو بده يستخدم برودكت او اشياء تكون داخلها فيهم مثلا زيوت حتى تضاين اكثر على بشرته. بعكس كمان ال 10% الثانيين اللي هن بشرتهم بتكون مزيته، بده يستخدم اشياء تكون ما فيها كريمات. هيدا هلا عم بحكيكي مثلا ال 80% اللي هن ريجولر، اللي انا منهم كمان نعتبر ريجولر السكن، لازم يكون في عنا روتين معين. نحن بس لازم نحاول ندخله بروتين يومي تبعنا، يعني نحن لازم الصبح وبالليل نعمل هذا الشيء كل يوم. لازم الشاب يعمل غسول للوجه، لازم يمكن مره او مرتين بالاسبوع يدخل، غير بس انه الغسول للوجه يدخل يعمل الاكسفولييتنج التقشير مثلا للبشره. هلا اكيد اللي اكبر من مثلا 30 او فوق ال 40 في بلش انه يدخل مثلا كريم انتي ايجينج، او يدخل مثلا كريم مثلا اذا عنده شيء جيوب تحت العين، هيدول مع الوقت. بس بالاخير في عندك الموسترايزر المرطب لازم يستخدم الشاب كل يوم. هلا انا اللي بعمله السهل انه بختار المرطب الموسترايزر اللي بيكون داخله كمان الاس بي اف، اللي بنفس الوقت انا بكون عم حط مرطب بنفس الوقت حماية. ما بدي اعطي لهم ادهن كريم ثاني اللي هو مثلا الواقي حماية من خاصه انه انتم يعني ما عندكم وقت على طول تبغون تطلعون يعني اسرع منه. فهن بس روتين واشياء لازم يتبعهم كل رجال صبح وبالليل، منا كثير صعبه بس بدها تكون اكثر داخل، بس انه يتعود عليها. أكيد. طيب قد ايش مهم التمارين الرياضيه والغذاء ندخل، يعني الرجل يدخله كنظام حياه علشان يحافظ على صحته، يعني لما يهمل نفسه اكيد شكله بيكون مو حلو. هلا قبل التمارين في عندك اربع اشياء لازم يتبعهم كل شاب. اول شيء شرب الماء، شرب المي كمان بيأثر على نضارة وجه الشاب، يعني 3 لتر بالنهار لازم كمان يدخلهم بأي طريقة يحاول يخلصهم. عاد أحسكم أنتم تشربوا مي أكثر مننا البنات. أنا يعني عامل بروجرام لحالي، مثلا الصبح فترة النادي بفترة هذا عندي أنية مي بدي أخلصها. خلص بكون بعدين بأول ما بلش شغلي روح على المكتب ثاني الوحدة، بآخر ثالث النهار يعني بآخر النهار ثالث أنيني كمان عم بحضر تي في أو عم خلص شغلي على الكمبيوتر بالليل بكون عندي نمبر 3 بدي أخلصها. فعامل بروجرام لحالي إنه خلص المي. المي كثير بيساعد لأنه دائما لازم يكون في هايدريشن للبشرة. غير المي الأكل، أكيد الأكل مثل ما أنت قلت، الأكل الغذاء الصحي لازم نبتعد مش كل الوقت. هلأ صح نحن بناكل جنك كثير، جنك فود، ومرات ما عندنا وقت يمكن أنه نطبخ مثل مثلا يمكن البنت تهتم تطبخ أكلاتها مرات، بس أتليست أنه نتبع حمية غذائية كمان أكل صحي، لأنه كله هيدا حي عم نفوت هالسموم على الجسم، فلازم كمان نكون عم ناكل شيء صحي. الأكل، الشرب، التمرين كثير مهم، يعني التمرين لأنه لما بيعرق الانسان مثل يعني هذا النصيحه مش بس لنا كمان للبنات. كل هالسموم يعني عندك 4 لـ5 ساعات مينيمم بالنهار لازم انه بالاسبوع سوري لازم انه يتمرن الشاب ليظهر هيدا السموم كلها من جسمه. فالتمرين كثير مهم. واخر شيء النوم كمان، يعني من 6 لـ7 ساعات، هلا انا يمكن 8 لـ9 بفضل اكثر، بس من 6 لـ7 ساعات كمان مهمين، لانه مثلنا مثل يعني باتري، انت بالنهايه بطاريه، بدك تحسي، بدك تنام لتشارجي حالك لتقدري تفيقي ويكون وجهك في نضاره في اكثر وانت مرتاحه لتكملي نهارك ثاني يوم. صحيح. طيب بالنسبه لموضوع الحلاقه، هو اكيد جدا مهم،
ولازم كل الرجال انه يهتم فيه. لكن متى لازم الرجال يروح الصالون الحلاقه؟ يعني في ناس يخلونه مثلا كل جمعه صح. او في ناس يومي بشكل يومي. هلا شو اولويته؟ مثلا انا عندي معك نهار الخميس بحلو نهار الاربعاء. حلو. بحلو نهار الاربعاء. هلا في منهم مثلا قبل الويكند، في منهم بيحلو الخميس لانه بدهم يكونوا جمعه سبت جاهزين. بالعكس في عالم ما بهمهم على الويكند، بهمهم انه اول نهار الاسبوع وقت يروحوا على شغلهم مع مديرهم بدوامهم يكونوا هذا بيحلو يمكن السبت بالليل. هلا الحلاقه اجمالا مره بالاسبوع. هلا بالنسبه للشعر هون يمكن في عالم تهمل بطول اكثر، لازم كل 21 نهار، يعني لازم 3 اسابيع، لانه دوران الشعر كمان يعني النمو بيصير اكثر والشعره بتكون اكثر، يعني ما بيصير في تساقط بالشعر، لازم كل 21 نهار 3 اسابيع يحلق الرجال يروح عند الحلاق ليقص شعره، يعني غير انه الدقن اسبوعيا. والحين صار الحلاق للرجال يعني مو بس دقن وشعر، يعني حتى صاروا يسوون اظافرهم، يهتمون اكثر بتفاصيلهم مو زي اول. احس تغيرت بس يعني قبل نستحي نقول صراحه مانيكير باديكير، بس هلا صارت عاديه. صارت ايوه صارت عاديه. طيب العطور، احنا لما نحكي عن العطور في روائح غير مقبوله، يعني تلقى رجال يحط ريحه وهو مثلا يدخن او شيء فتقلب يعني الريحه ما تكون كثير حلوه. فكيف يختار الرجل العطر المناسب لشخصيته او اللايف ستايل حقه؟ هلا هذا كثير صعب، يعني حتى انا يمكن بتاخذ وقت مع كل شخص لحتى يعرف شو العطر المناسب له، بس واحد مش غلط يجرب، يعني لازم وقت يعرف لما بده يحط العطر انه العطر اللي بده يحطه بده يكون قريب لريحته هو، قريب ل هو الناتشر تبعه، ما بده يحط شيء كثير مبتعد عنه. بعدين يعني ما غلط واحد يجرب، ما غلط واحد يبلش يعمل تيست، بعدين يمكن طريقه انه يحط العطر كمان بتفرق. في كثير شباب بعدهم بتفكر انه خلص لبسنا بنتص البرفيوم هيك وبنظهر، غلط. لازم البرفيوم ينحط على السكين مش على الكير، يعني بعد الحمام بعد ما ينشف واحد جسمه يحط على ميله الرقبه وعلى ميله الصدر يتص البرفيوم، لانه هون بتمتص البشره. يمكن انا اخر نهار عم اتمرن بالنادي وقت تحمل بشره وقت واحد يعرق ببلش يشم ريحه البرفيوم لانه صحيح. بعدها موجوده، غير انه مثلا واحد طص وفات على الاسانسير ظهر تشم ريحتها بتطلع ريحتها غلط. بس هو مثل ما قلت في يمكن برفيوم للنهار برفيوم لليل، بس مش غلط انه واحد يجرب كذا وحده، مش انه والله اشتريت انا الاكسبنسيف برفيوم يعني خلص انا جبت البرفيوم او عجبني الصحيحة. على احد ورحت اشتريت صحيح. سبحان الله يعني بعض الاحيان انا اشم عطر يعجبني على الناس بس ما لما اشتري انا ما عاد يضبط معي. طيب احمد اعطينا نصيحه لكل الشباب اللي يتابعونا الحين انه كيف يهتمون بشكلهم مظهرهم، دائما يطلعون انيقين حتى لو بابسط الاشياء، يعني مو لازم انه الكشخه تكون كثير قويه. هلا لكن لكل شاب لازم يعني ان جنرال لازم يتبع ويعرف شو هن اولويات الاتيكات عند الرجال، يعني كرجال شو كيف لازم مثلا يكون بالمجتمع عم يتصرف، مثلا لازم يتذكر اسامي الاشخاص، مثلا كثير بشع انه مثلا رجال مثلا قاعد انا قعدت معك اليوم مثلا نسيت اسمك هدى مثلا. هدول الاشياء كثير اشياء بسيطه لازم واحد يتذكرهم، يعرف مثلا بشغله مثلا يحترم الشخص الثاني، يكون مثلا دائما الشوز تبعه نظيف، يعرف يختار الساعه اللي بده يلبسها، يكون عنده ستايل معين بيحكي عنه، يعني هن اتيكات بسيطه لازم كل رجال حيطلع يفوت على الانترنت يعمل جوجل عليهم بيلاقيهم، بس يتبعوا هدول الاشياء هن بيظهروا من جوا بيطلعوا لبرا هو صحيح. شخصيته وكيف بيتعامل مع العالم وكيف بيكون. صحيح. شكرا لك احمد يعطيك الف عافيه. ومشاهدينا بنترككم مع بعض النصائح السريعه كمان للرجال للظهور بافضل مظهر.